انا بعمل دور مواطن مصري من اهل سيناء لاول مره تقريبا او من المرات القليله قوي اللي بنشوف دور اهل سيناء البطولي في الفتره ما بين 67 ل 73 اللي هي فتره حرب الاستنزاف. الفيلم وثيقه تاريخيه مهمه يعني مش بتتكرر كتير، يعني احنا للاسف الشديد ما عندناش النوعيه دي من الافلام كتير، فدي فرصه ان الواحد يعني يشارك في عمل زي ده، لانه يعني الحاجات دي انا ما اعرفش ممكن اعمل ده تاني ولا لا، يعني اتمنى طبعا ان انا اقدر اعمل ده تاني. الافلام دي ميزانيه الفيلم بتاعنا ده ميزانيه 5 افلام طبيعيه في السوق. الاستاذ هشام عبد الخالق اعتبر ان دي يعني اعتبر ان هو هيعمل حاجه ومغامره، قال لك انا انتجت كتير وعملت اعمال كتير، طبعا عايز اعمل عمل مهم بقى يفضل في تاريخي، يفضل في تاريخ شركتي، يفضل في تاريخنا، فيلم مهم زي الممر. فعمل